هشام الابيض مؤسس ديال فيريو كاواش ماروك. يعني في ظل الحديث على شح المياه ويعني اغلاق ديال مجموعه من المحلات ديال غسل السيارات مع ندره المياه، ابتكرتوا واحد الطريقه انكم تغسلوا السيارات بدون ماء. اعطينا يعني فكره على هذا المشروع. شكرا. هي الفكره ما بداتش من اليوم، هي بدات من 2008. يعني حنايا هذا العام تنحتفلوا ب 14 عام وحنايا في قطاع غسل السيارات بطريقة عصرية في المغرب. ودي رجع معك هذه المسألة ديال العصرية، لأن فعلا القطاع غسل السيارات في المغرب خصو يتعصر، خصو يوصل واحد المستوى واحد آخر جديد، يدير واحد القطيعة مع بزاف ديال العادات، بزاف ديال الأساليب اللي المغرب الحمد لله تطور، وخصو خصو خصو يدير هذه الطفرة هذه باش يتجاوزها. احنا بدينا في 2008 بالفكره ديال غسل السياره بطريقه مخالفه للغسل بالماء. قلنا نقلبوا على شي حاجه اللي تعوض هذاك الهضر اللي كاين ديال 150 200 حتى 300 ايترو. وفاش تقول الناس 200 300 ايترو تيقول لك ما يمكنش ان السياره تغسل ب 200 300 ايترو، بزاف. وفي الواقع انها في هذا الحجم هذه 200 ايترو تستعمل، هذه احصائيات معروفه. الا مشيتي للبرنامج الامم المتحده للبيئه ولا البرنامج الامم المتحده للتنميه ولا مشيتي لا كوميسيون اوروبيان ولا ميديغاني ديفلوبمون دورابل، غادي تلقاي بان هذه الاحصائيات صحيحه. دونك حنا قلنا نقلبوا على شي حاجه لان بامكاننا، كما كانتش الالتيرناتيف نقولوا مضطر اخا كلا وطر كما يقال. حنا قلنا لا نلقاو شي حاجه، دونك لقينا دي برودوي اللي اصل طبيعي 100% بيو ديغرادابل. سافي دير ما تيخليوش الوسخ، ما تيخليوش. علاش تنسطر هذه المساله هذه ما تيخليوش؟ لان اللي خص يعرف المغاربه كاملين بان فاش تغسل السياره ديالك بطريقه اللي ماشي مهنيه، عندك لي غاز ديال لي زيدرو كاربور، الطوموبيلات تيطيح منها الزيت، تيطيح منها لي درو كاربور، تيطيح منها الفوسفات، تيطيح منها سورتو في لي جونت، عندك تو سكي غاست فيرو ديال لي بلاكيت دو فران، كلشي هادشي ملوث. وهادو تسميهم فرنسي دي ميتو لور، هادو ماتي 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 ما يسوي ديغراد با في لا ناتور. دونك خاصو ان سيستيم دو روسيكلاج. هنايا تمشي معاك الفكره بان انا من هذا المنبر ديالكم المحترم تنادي بالدوله انها دير واحد الدفتر ديال التحملات. اللي بغى يحل محل ديال غسل السيارات، يعني مع احترام ان هذا القطاع يعني 99% ديالو هما شركات صغيره. يعني واش كتقولي بان هذه العشوائيه ساهمت في تبذير المياه؟ سيغ، لان الدوله خصها تلعب الدور ديالها، لان الدوله خصها تحمينا من نفوسنا، وخصها تحمي المجتمع بانه يمشي في هذا التبذير ديال هذه الموارد الطبيعيه اللي حنا محتاجين لها دابا واللي محتاجين لها الجينيراسيون الاجيال القادمه. بطريقه بمعنى اخر فاش تنقول لك دفتر تحملات، يعني بغيتي تحل المحل ديال لافاج خص يكون عندك يا اما دير كيف تنديروا حنايا بوسائل اللي ما فيهاش هاد الهضر ديال الماء، ما فيهاش العشوائيه، ما فيهاش. اذا تشوف المحل ديالنا حنايا ما كاينش الوسخ، ما كاينش داكشي، الحمد لله نقي. هذا الشيء اللي خصنا نوصلوا ليه. المساله الثانيه، الا كنتي دير بالماء ديال الروبيني ولا ديال المياه الجوفيه، تكون عندك واحد ميني ستاسيون دو ريسيكلاج، داكشي اللي خويتيه يتعاود يتروسيكلا وعاود تخدم به. بالنسبه نتوما الطريقه ديالكم ديال الخدمه شنا علاش كتعتمدوا؟ قلت لك برودوي 100% بيو ديغرادابل. هاد لي برودوي يا اما فيهم لارجيل يا اما فيهم الكرنوبه، فيهم مواد اللي هي ادابتي، مواد بروفيسيونيل، حنا نجيبهم من المانيا. دونك شركات المانيا عملاقه اللي عندها سنين، حنا تنخدموا مع شركات اللي ديال 1929 1960، شركات اللي عندها سنين ديال البحث العلمي في هذا الشيء هذا، وصلت هاد المعاجين هادو اللي تنخدموا بهم ما تيعطيو حتى شي تاثير على الصباغه. باش نصحوا السي الفكره اللي عند الناس تيقول لك فاش دير شي برودوي، لا لا، برودوي ما عنده حتى شي تاثير، بالعكس برودوي حنا تنقولوا عنده ثلاثه ديال الايجابيات: تيغسل، تيلمع، وتيحمي الطلاء ديال الطوموبيل. الطلاء هو لو فيرني، الطوموبيله لو فيرني ديالها فاش تيتخبش فاش تيتكرفص ما تتبقاش تتبري، ما تتبقاش عندها هذاك. دونك حنايا فاش تنجيو تنقولوا لهم الا حيدتي لافاج ديال غسل السيارات بالماء، اولا تتحمي الثروه المائيه اللي في البلاد اللي حنا محتاجين لها. حنا راه ماشي بلاد عندنا فائض، حنا ماشي كندا، حنايا بلاد اللي عاشت سنوات ديال الجفاف بواحد الشكل دوري، كانت مره في 10 سنين ولا تجي مره في عامين. وبلاد اللي مشات لواحد القطاعات اللي مستهلكه للماء. نصحح واحد المعلومه واحده اخرى، حنا تطورنا في قطاع السيارات، صناعه السيارات مستهلكه للماء. الناس اللي خصهم يعرفوا بان باش تنصوبوا سياره خاصنا حتى 400 الف ايترو.
ولكن الزبناء يعني ربما ما يستوعبوش الفكره ديال ان غسل السياره بدون ماء، الا ما تكبش عليها الماء وتحكاتو هذا وتفركات يقول لك لا ما غتخرجش مزيان. هذه من المسائل هذه اللي تتخلينا حنايا الحمد لله، انا بحكم الباك جراوند ديالي انا دكتور في الاقتصاد وفي التدبير، يعني كاين واحد لابيداغوجي تنديروها مع الناس تنبغيو نشرحوا ليهم، حيت كاين اللي ما عندوش هذا الهاجس ديال حمايه البيئه والماء، سالوي دي غيان تيقول لك ما سوقيش انا ما غسلت الموبيل تيتنقى ونبينا صلينا عليه، لا تقول ليه لا، حنا الا ما عندكش انت هذا الهاجس يكون عندك غير الهاجس انك تحمي السياره ديالك، علاش؟ لان السيستم ديال لافاج بالماء سورتو بلا هوت بريسيون هذاك تيحيد، نهضرو شويه تكنيك، دابا لا طول عندنا الطوموبيل، عندنا لا طول، طول عندي الطوموبيل، فوق منها تيتسمى البرايمر دونك لا كولور بريمير، فوق منها لا كولور ديالها، فوق منها لو فيرني، فوق منها ثاني الا درتي ليها واحد ان بوليش ان لوستخور ان ووكس ان نانو سيراميك اكسيتيرا، دوك كلهم تيتزادوا، هادشي كامل سي اون ميكرون سي تري فان، هادشي راه رقيق، ولكن هادشي كامل تيحمي الصباغه ديال الطوموبيل. انت فاش تجيب لها هوت بريسيون وما عندكش التقنيه ديال غسل السيارات كما يجب، تبدا تقرب هذاك البيستولي ديال الغسيل تقربه، ما كاينش شي بومبا في المغرب الا ما رحم ربك اللي ما تيديرش هذه العمليه، بالنسبه لي قد ما قرب من الصباغه قد ما راه غادي ينقيها، الوغ كو نو راك تتكرفس عليها، داك لو فيغني تيبقى بشويه 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 تتيطير، مي تيمشي لو فيغني الطوموبيله ما تتبقاش عندها لابغيونس، وهذه ملاحظه كبيره، شوفي الطوموبيلات اللي تيدوروا في الشوارع ديالنا مع الطوموبيلات اللي كاينين في لي شوغوم، شوغوم تتبرق تدوز واحد شهرين تتبان لك ولات مات، ما بقاتش ديك لابغيونس، علاش؟ لان عندنا الشمس، عندنا الغبره، اي عندنا الغسيل اللي تيدار بدي شامبوان كي سون با بروفيسيونيل، باش نقول لك هادشي سي دلا سيونس، هادشي راه علمي، هادشي هذا لو ديتيرجون لو شامبوان لو شامبوان كو تي يوتيليز باش تنقي الطوموبيل تيكون جينيرالمون خاصو يكون ا بي اش نوتر، بي اش نوتر يعني ما قاعدي ما حمضي ني بازيك ني اسيد، تيكون ايكال اسات، عند لي شيميست تيعرفوا هادشي، دونك فاش تديرو انت ما تاثرش، اش يطرف البومبات عندنا حنايا تيغسل هذيك الطوموبيله سخونه تجي تحط ليه الطوموبيل ماشي تيخليها تتبرد تهز ليها الكابو باش الموتور يتهوى، لا تي فا اتاكي ديريكتومون لينيمي نيميرو ان ديال لاطول هو السخونيه، لا بروف ان اللي تيلاكل العصا في الطوموبيله كامله هو الكابو، طلع عليه السخانه ديال الموتور ضربه فيه الشمس من الفوق تي مع لا فورم ايروديناميك ديال الطوموبيله تيلاكل لي ريكوشي اللي تيجيو ديال لي زامباكت ديال الحجر، دونك تتلقى هو المكرفس الطوموبيل، وجينيرالمون باش تبغي تعرف الطوموبيله زوين ولا خايبه تمشي تشوف ليها الكابو ديالها، دونك باش نرجعوا للتساؤل ديالك اختي الكريمه، البي اش قلنا خصو يكون ايكال 7 باش ما يطراش ديك ليفابوراسيون بريكوس، داك التوخر المبكر ديال لو شامبوان لا يخلي هذاك اللي تغسل السياره يبدا يفرك، لان فاش تيتبخر ليه هو اوبليجي خصو يزرب قبل ما يتبخر، باش تيزرب تيزرب بلا بوش اموازي تنقولوا حنا بوش امو، هذيك هي ديجا اوزي وتيشدها تيخدم بها لي جون تيخدم بها الداخل، لي جون عامره تراب عامره حجر عامره اتسيتيرا، دونك هويا وتيسحب ليه باش الا غسلها راه صافي سالت، لا تيبقاو فيها هذوك لي ميني بارتيكول ديال البوسيير ديالها، دونك تبدا يدوز بها الطوموبيله تتجرح، دونك سكيفي تيبان لك بان الطوموبيلات كلهم اذا ضربتي فيهم الضو ولا كنتي من ورا شي سياره بالليل وضربتي عليها الفار ديال الطوموبيل يبانوا لك دي توربيون ديال لي ميكرو غيور، هذوك مين تيجيو؟ تيجيو من لا فورم ايروديناميك parce qu'il y a un frottement avec l'air, l'air les filles a des mini particules de la poussière. تيجيو من الغسيل تيجيو من الفريك تيجيو من هاد الطريق الطرق الغير لائقه الغير مهنيه ايتترا وفيها لو ديتيرجون كي ني با ابروبري. حنايا بحثنا على دي برودوي بروفيسيونيل لي بحكم التجارب اللي دارت دي لابوغاتوار دو ريشيرش ديفلوبمون ادابتي ليها تيعطيك اللمعان كيف ما كانت. كنا درنا مؤخرا مع بعض الزملاء ديالكم درنا تجربه لواحد السياره موسخه، عند السؤال ديال الجميع هو هذا، ولا كانت السياره موسخه اش ديروا ليها؟ بنفس الطريقه لو برودوي فاش نديروه هو اون انفلوب لا ساليسيور تيمشي، هادشي سي 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 موليكولير دونك تيتجمع على الغبره، انت تجيب لا سيرفيت ميكروفيبر تجيش في البوش اموازي ماشي ديك البوش امو، دونك تجي تدوز عليه بحال هكا تيهزها هذيك تايا، من بعد تعاود اون دوزيام ميكروفيبر تينقيها تيعطيك هذوك لي تخوا فاكولتي اللي قلنا ان نيتوا ان في بغي وتيعطيك هذيك البوز هذيك لا بروتيكسيون اللي قلنا عليها، دونك هادشي كامل باش نبينوا الناس بان الا مشيتي لغسل السيارات بدون ماء راه من غير انك تتحافظ على واحد النعمه اللي عطاها الله
وحبنا بها في هذا البلد الكريم، مي من وراها تتحمي السياره ديالك، واخا يكون فيك شويه ديال الانانيه غير باش تحمي السياره ديالك. حنا تنادي وتنقولوا لك سير، ماشي حيت حنايا هذا بيزنس ديالنا، لا، بغض النظر على هاد المسائل هذه، لان هادشي اللي ولا خدام في العالم. الدول المتطوره، الا مشي ناخذوا مثال ديال فرنسا، فرنسا فاش نقولوا في لي بيريود ديال ندره المياه بحال اللي واقع دابا، شفتوا الحاله كيفاش هذاك، تيمنعوا لي سيستيم دو لافاش، تيمنعوا لي زاغوساج ديال لي بلوز ديال الحدائق ديالها. وقبل ما يبدا مشروع ديال غسل السير ضروري خصو يكون ان سيستيم دو غوسيكلاج، الا ما عندك سيستيم دو غوسيكلاج ما تعطوكش لوتوريزاسيون ديكزيرسي. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.